السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامج يسروا. من العالم الثالث إلى الأول، هكذا عنوان لكتابه رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو. تحدث عن تجربة ارتقاء دولة نامية حتى غدت في مصاف الدول المتقدمة، كيف حدث ذلك؟ ضيوفنا الليلة الدكتور جمال برازي باحث وكاتب، وفضيلة الشيخ محمود عنداني باحث في الشريعة الإسلامية. أرحب بالضيوف وأبدأ معك دكتور جمال حول مفهوم دول العالم الثالث. متى نقول أن هذه الدولة نامية وتلك دولة متقدمة؟ هذا المصطلح بداية متى ظهر؟ ظهر أول مرة كاتب فرنسي عام حوالي 1955 استعمله في مقال صنف فيه دول العالم إلى دول متقدمة، وقصد بها دول أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة وكندا، وأوروبا الغربية وجنوب أفريقيا في ذلك الوقت، والمعسكر الشرقي المتمثل بدول أوروبا الشرقية وروسيا والصين. واستعمل اصطلاح العالم الثالث لبقية دول العالم. نعم. ومن ثم شاع هذا الاصطلاح ليشمل مفهوم الدول النامية، لأن العالم تم تصنيفه على أساس دول متقدمة وبمقابلها المعسكر الشرقي، وبقية الدول هي دول تحتاج إلى تنمية في شتى. لكن يعني مجالات. الملاحظ دكتور جمال أنه كلمة دول نامية يعني تعبير جميل، هي عم تنمو يعني، أم ماذا؟ هو تعبير ملطف. هي دول متخلفة على جميع الأصعدة مع الأسف. جبران خاطر يعني. لكي لا يصدموها بالقول في وجهها مباشرة استعملوا هذا التعبير المخفف النامي. بعضها نما فعلا بنسب متفاوتة، لكن الأغلبية ما زال يغط في سبات عميق، يعني يحتاج إلى تنمية في شتى مناحي الحياة. ما هي المعايير دكتور حتى نقول أن هذه الدولة نامية وتلك متقدمة؟ هناك معايير في البنية التحتية، في الصحة، التعليم، الإسكان، الصناعات، وسائل النقل، شتى مناحي الحياة. لما تقارنها تجد الهوة شاسعة جدا. ثم الإنسان، عدد الخريجين، نسبة الأمية، نسبة البطالة، نسبة سوق العمل، كم الاستثمارات الموجودة، البحث يطول. كل هذه معايير تحدد موضوع الارتقاء بالدول النامية والإحسان. دعني لعلي يعني قبل أخذ البعد الشرعي بالنسبة لموضوع الإتقان والنهوض، نهوض هذه الأمم، وسنتكلم عن هذه التجربة، تجربة سنغافورة. دكتور أو الشيخ محمود، اسمح لي أتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال التالي، وهو مفهوم الإتقان، وما هي النصوص الشرعية التي جاءت تحث على الإتقان، على التميز، على الإحسان؟ هل هنالك نصوص من كتاب الله، من سنة رسول الله، آثار وردت في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المؤسف أننا نجد أن معظم الدول العربية والإسلامية تدخل في مسمى الدول النامية، وهو تعبير مؤدب كما ذكر الأخ الدكتور جمال عن الدول المتخلفة، باستثناءات بعض الدول العربية والإسلامية التي خرجت من هذه التسمية بفضل جهود وتخطيطات استمرت سنوات وسنوات. فمثلا ماليزيا دولة في طابعها العام إسلامي، لكن هي دولة متقدمة الآن ومن نمور آسيا. دولة الإمارات العربية المتحدة أخرجت منذ سنوات من مسمى دول العالم الثالث أو الدول النامية، باعتبار النهضة التي حدثت فيها على مختلف الصعد في المجالات العلمية والعمرانية والسكنية ومجالات متعددة. ما يوقعنا في الحيرة والدهشة أن إسلامنا وقرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يحثان ويأمران بإتقان العمل في نصوص متعددة وكثيرة. من هذه النصوص الجامعة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى. وإذا ما أمرك بالإحسان فمعنى أنه نهاك عن الفساد، عن أن تفسد العمل الذي تقوم به أو تفسد عمل الآخرين. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أيضا ذكر الله عز وجل قال ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. من الذي أصلحها؟ أصلحها الله عز وجل بما وضع فيها من تلك الثروات ومن تلك المواد ومن تلك النواميس والماديات التي تصلح لحياة الناس ولمعيشتهم. فجاء الإنسان فاستعملها على غير وجهها الذي يؤدي الغرض فأفسدها. عندنا قاعدة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهو صريح في إتقان العمل الذي يؤديه العامل والمسؤول والصغير والكبير. أي عمل تؤديه يدخل فيه هذا المسمى، عليك أن تتقنه. والإتقان العمل مما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لفت نظرنا إلى أنه خلق هذا الكون بإتقان، فقال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء. فعلى الإنسان أن يستفيد من هذا الكون ومن هذه القوانين التي أتقنها الله عز وجل بأن يأخذ هذه الصورة ويضعها في عمله الذي يقوم به. جميل، لعله يعني نسأل الله عز وجل للعالم العربي والإسلامي يلتزم لهذه النصوص أو يأخذها، يعني كما تفضلت خريطة طريقة، يعني كما يقال خارطة طريق. دعني أنتقل إلى الدكتور جمال. دكتور جمال، حقيقة حديثنا اليوم عن سنغافورة. نعم. من هي سنغافورة وأين تقع وما قصتها؟ سنغافورة في اللغة السنسكريتية القديمة تتألف من كلمتين، هي سنغافورة مدينة الأسد. يقال أن أمير سومطري رأى أسدا في ذلك المكان فأطلق عليها هذا الاسم، رغم أن الأبحاث تؤكد أنه لا يوجد أسود في تلك المنطقة، يقولون ربما رأى نمرا فحسبه أسدا. المهم سنغافورة ظهرت في القرن الثاني الميلادي. نعم. ثم أصبحت جزءا من الإمبراطورية الأندونيسية، ثم يعني كانت هي لجاوة. نعم. ثم جزء من ماليزيا حاليا. ثم جاء البرتغاليون في القرن السادس عشر والسابع عشر فأحرقوا المدينة ودخلت في ظلام لقرنين. إلى أن جاء البريطانيون في مطلع القرن التاسع عشر تحديدا عام 1819، شركة الهند الشرقية البريطانية أرسلت مندوبا إلى السلطان حسين جوهر الماليزي حاليا، وطلبت منه أن تستثمر تلك الجزيرة الصغيرة وتحولها إلى ميناء. كم عدد سكانها؟ لا، في ذلك الوقت كانت مجرد ميناء يعني شبه مهجور. أعطاهم الإذن، ثم بعد ذلك بخمس سنوات تنازلت ماليزيا لبريطانيا عن الجزيرة فأصبحت ضمن التاج البريطاني، وتطورت أصبحت أهم قاعدة بحرية للبريطانيين في جنوب شرق آسيا. بحلول 1869 أصبح عدد سكان سنغافورة 100,000 نسمة. بعد أقل من قرن من هذا التاريخ يعني عام 1959 صار عدد سكان سنغافورة 2 مليون نسمة. تدفق المهاجرون الصينيون إلى سنغافورة لفرص العمل المتوفرة هناك واستقروا فيها. تعرضت سنغافورة في هذه الحقبة طبعا إلى الاحتلال الياباني في الحرب العالمية الثانية. وحقيقة أنا لا أريد أن أدخل بكل هذه الجزئيات، لكن يعني كيف كان حالها قبل النهضة؟ كيف كان حال السكان، الاقتصاد؟
كان مجتمعا بدائيا، عمال صينيون يعيشون في مساكن بدائية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لا يوجد مقومات للصرف الصحي ولا مساكن صحية ولا ظروف ملائمة للعيش إطلاقا. لذلك عندما بدأت ملامح النهضة الحديثة تبدأ، وقصتنا مع لي كوان يو لما جاء إلى السلطة عام 1959 كان إرثه ثقيلا جدا. 1959 نعم. لي كوان يو، لي كوان يو هو محامي سنغافوري من أصل صيني، يمثل الجيل الثالث من المهاجرين. لما تخرج من جامعة كامبريدج في بريطانيا وعاد إلى سنغافورة، أسس حزب العمل الشعبي عام 1959. وصل إلى سدة الحكم، ماذا فعل؟ أنا أريد هنا حقيقة حتى يكون نموذج، كيف طور، كيف نقل هذه كما تفضلت هي ميناء يعني ربما كانت على هامش التاريخ، لم تكن شيئا مذكورة، ويعني نهضت بشكل عجيب. ماذا فعل؟ فعل الأعاجيب حقيقة، فعل الأعاجيب بما تحمل الكلمة من معنى بشتى مرافق الحياة. نعم. في البداية في 59 فاز في الانتخابات، كانت ما زالت سنغافورة في ذلك الوقت تتمتع بحكم ذاتي تحت التاج البريطاني. نالت استقلال عام 1965، لكنه عندما استلم السلطة كان أمامه تحديات كبيرة. طيب. على كل صعيد، بدأ قبل كل شيء كانت بؤرة قذارة سنغافورة، مليئة بالقمامة، مليئة بالروائح الكريهة، مليئة بالبعوض، يعني تخيل في كل شيء، في كل ما يخطر في بالك، في كل ما يخطر في بالك أبدا. فبدأ هو يكنس الشوارع بنفسه، نزل شكل نموذج، هو ووزراء حكومته نزلوا إلى الشوارع بأنفسهم. جميل. هذا في المقام الأول. ثم بدأ يضع الخطط للارتقاء. طيب. ببناء الدولة، يريد أن يبني الدولة بجميع مفاصلها، فنظر إليها كتابا أظن كما تفضلت. نعم. أنه من العالم الثالث إلى الأول. التطور في التعليم لعله هو من أهم العناصر أو الأركان التي تقوم عليها نهضة الدول، ولا سيما أنه عندهم أربع لغات كما تعلم. تماما. ما هو المهونة المعضلة، تركيبة السكان في سنغافورة تتألف 70% من الصينيين، 30% الباقية موزعة على المالويين كالنسبة الثانية تأتي بعد الصينيين، ثم الهنود التاميل على وجه الخصوص، وما تبقى نسبة ضئيلة لجنسيات مختلفة. أمام هذا الخليط أمامنا أربع لغات، لغة الصين اللي هي الماندرين، لأن هناك أيضا لغات أخرى صينية يتكلمون بها سنغافوريين. نعم. يعني كان عنده عدة عقبات الرجل. أول شيء توحيد اللهجات الصينية الكانتونية. ماذا فعل؟ ألزمهم في الماندرين كخطوة أولى للصينيين الذين يشكلون الغالبية. نعم. ثم إرضاء للجميع اعتمد اللغات الأربع في التعليم. جميل. لكنه قرر أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية. جميل. وهي لغة التفاهم، أول لغة التفاهم ما بين هذه القوميات الأربعة الموجودة الكبيرة. ثم هي لغة العالم، يريد أن يرتقي بالمواطن السنغافوري تماما، أن يتواصل مع الكرة الأرضية كلها، لا يكون محصورا في بقعته الضيقة. فاعتمد اللغة الإنجليزية واللغات الأربعة إرضاء للجميع. طيب. والصحف تصدر باللغات الأربعة. وفي سنغافورة شيء خصوصي تتميز به، أن التعليم باللغة الإنجليزية التي هي ليست اللغة الأم. يعني هذه ميزة لا توجد إلا في سنغافورة هذا الاصطلاح. والهند أيضا اليوم أيضا لغة التعليم. الهند نعم بشكل أو بآخر. الهند لديهم اللغة الهندية يعني. بس أنا أريد أن أسأل يعني ماذا فعل للمدرسين، ماذا فعل في الجامعات، شو سوى؟ جاء إلى أكبر جامعة، جامعة نانتاه، كانت تعاني هذه الجامعة أن دارسيها في الصينية، رغم أن المدرسين فيها خريجين جامعات أوروبية وأمريكية، إلا أنهم
درسوا في تلك الجامعات وعادوا إلى سنغافورة فأصبحوا يتكلمون الصينية مع أقرانهم وأولادهم والمجتمع، ففقدوا طلاقتهم باللغة الإنجليزية، فأصبحوا يجدون صعوبة في التدريس في الإنجليزية وفي التدريس في الصينية لأنهم أصلا درسوا بالإنجليزية. فتهلهل حال الجامعة، وأصبح الخريج الذي يتخرج يحمل الشهادة باللغة الصينية لا يوجد فرص العمل اللازمة في سوق العمل. نعم. في ذلك الوقت أنشأ لي كوان يو جامعة سنغافورة التي درس باللغة الإنجليزية، لكنه أمام مشكلة أساسية مع هذه الجامعة الرئيسية في البلاد والأصل والأم والذي درس باللغة الصينية، كيف يعني لا يمكن لهذه الأمور أن تنتقل بكبسة زر. نعم. أو بقرار بسيط، لأنه في عقبات كأداء أمامك. استعرضوا عدة حلول، أكثرها ملائمة كان قرار شجاع أن جاءوا بالجامعة كلها ودمجوها مع جامعة سنغافورة، احتووهم. تذمر البعض، اعترض الآخرون، بعضهم فشل مثلا أن تم الدراسة، لكن المحصلة كانت في مصلحة الجميع. بهذه النقلة أصبحت اليوم لما تنظر إلى المحصلة النهائية في نهاية المطاف جامعة سنغافورة. نعم. أحد أفضل 100 جامعة في العالم. جميل. شيء مذهل يعني عندما تقول أفضل 100 جامعة من سنغافورة. أنا سأتناول هذا البعد، بعد التعليم حقيقة وموضوع التعلم من البعد الشرعي، لعلي بعد الفاصل أنتقل إليك الدكتور شيخ محمود. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل، كونوا معنا.